كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساة من معالي السيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا عرب معاليه فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله